بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع حضرتنا التانية من دورة إعداد مهندس مكتب فني على أكاديمية الدارين. إحنا المحاضرة اللي فاتت خدنا المقدمة التعريفية بمهام المكتب الفني، تمام. النهاردة إن شاء الله هنكمل الأوتوكاد والإكسل، بس إن شاء الله هنشرح الكاد بس المرة دي، والإكسل هنخليه إن شاء الله في محاضرة يوم التلات، تمام. حاسس ان هي هتبقى محاضرة صغيرة ساعتين بس، وعشان يعني ما ناخدش وقت قليل في قراية اللوحات في المحاضرة التالتة، يعني ليها مجال واسع يوم الجمعة ان شاء الله. طيب هنفتح، احنا النهاردة هنشوف كده، نشتغل على اللوحة المعمارية اللي جاية لنا اصلا بتاعة المشروع بتاعنا، والمشروع بالفعل قائم موجود في زهران مدينة نصر وفي الهايك ستيب وفي اكتوبر وفي اماكن كتير. مشروع اسكان تبع الجيش، تمام. احنا ان شاء الله هنشتغل على برنامج اوتوكاد 2014، تمام. مش هنتطرق النهارده للوح خالص بتاعه المشروع، احنا بس هنشتغل الاوامر بتاعتنا عليها، بحيث ان احنا ايه يعني نشوف تطبيقها العملي على طول يعني. بس ان شاء الله المره الجايه هنشوف بقى اللوح دي، نعرف نطلع منها كل الداتا اللي فيها ونقدر ننجحها مع بعض كويس، تمام. ده اول ما بيفتح لي الكاد زي كده، اوكي، بيفتح لي على الفيو الجديد اللي هو بتاع الالفينات في الكاد. انا بالنسبه لي بحب اشتغل على الاوتوكاد الكلاسيك القديم، اللي هو زي بتاع 2004 والكلام ده، تمام. فبنيجي هنا بندوس على الترس ده، حضرتك بتختار اوتوكاد كلاسيك، تمام. بيفتح لك هنا قائمه درو اللي انت بترسم منها الدوائر والخطوط والكلام ده، وهنا قائمة اديت تعديلات، تمام. لو انا عايز اضيف بقى الحاجة التالتة اللي انا بستخدمها على طول، اللي هي الدايمنشن، تمام. بس ده كده بالنسبة لي. انا ممكن بقى بعد ما يعني كل ما هقفل الكاد وافتحه هيفتح لي ايه على الستاندرد بتاعه، مش هيفتح لي على الفيو ده. فانا ممكن اسيف الفيو ده، هاجي هنا ادوس على الترس تاني واكتب سيف كارنت از، تمام، واسميه باي اسم انا عايزه، اوكي، وادوس له سيف. وبعد كده انا هنا مسيف الفيو بتاعي بالاسم بتاعي، تمام، بحيث ان انا اول ما افتح فبعمله على الفيو اللي انا عايزه، اوكي. طيب بالنسبه للكاد الموضوع يعني بسيط جدا، تمام. عندنا الفيو بتاعنا بالنسبه لنا طبعا هنشتغل 2 دي، احنا عارفين الكاد يعني بيبقى ليه دورات خاصه لوحده وحاجات يعني تاخد ايام. يعني ان شاء الله نشرح بس الحاجات اللي احنا نقدر نشتغل عليها، الحاجات اللي هتهمنا احنا في شغلنا هنركز عليها، بحيث ان احنا لو حضرتك ما خدتش اي دورة كاد قبل كده واشتغلت على الدورة دي بس، هتقدر تشتغل في الكاد كويس، وان شاء الله برضو مع الايه مع التمرين بعد كده في الشغل على اللوحات والشوب درونج والكلام ده كله، حضرتك هتكون ايه كملت كل حاجة. هو الكاد اصلا شرحه ما يعني ما بياخدش ساعة كله، تمام. طيب بالنسبة للكاد عندنا هنا بيبقى فيه المحور اهو، محور اكس واي، تمام. عندنا ده بيبقى فيه كوردينيتس بالنسبة للوحة اللي احنا شغالين عليها دي، في احداثيات لو بصينا تحت هنا اهو في 280 و3 و 23 33، تمام. فده بيبقى فيه كل نقطة موجودة هنا بيبقى احداثيات، انا كل ما بمشي كده تتغير الاحداثيات معايا، اوكي. تمام، اوكي. طيب بالنسبه لل يعني او اول امر يعني نهتم بيه في موضوع الكاد، كنترول اس اللي هو السيف، تمام. ده بالنسبه لنا يعني حاجه مهمه جدا، ان انت لو يعني لو لا قدر الله ما سيفتش، هو الكاد كده كده بيسيف اوتوماتيك لوحده، بس ممكن يعني تكون انت عامل شغل كتير والكهرباء تقطع او يحصل اي مشكله، فايه الشغل بتاعك ما تسيفش، فلازم على طول يبقى فيه كنترول اس بتسيف الشغل بتاعك اول باول، تمام. طيب احنا دلوقتي علشان نرسم اي حاجه من الحاجات دي، اللاين والكونستراكشن لاين والكلام ده كله، كل الحاجات دي ممكن نرسمها بثلاث طرق. ممكن اول طريقه ان انت تدوس على الامر نفسه من هنا، تمام. تيجي هنا هتلاقي كاتب لك الامر ده اسمه لاين، اوكي،
اكيد هكتب لك تحت الطريقه اللي انت تقدر ترسمها بيه. With line you can create series of continuous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. Okay. فبيقول لك ان انت بامر لاين ده انت ممكن ترسم سلسله طويله من الخطوط، تمام. كل خط ممكن تقدر تعدل عليه لوحده، تمام. ممكن تدوس على الامر كده وتبدا ايه ترسم الخطوط اللي انت عايزها. اوكي. طيب الطريقه الثانيه ان انت تكتب تدي امر لاين بالكتابه، تمام. ان انت تكتب لاين بالكيبورد ال اي ان اي انتر وترسم برضو. اوكي، دي كده الطريقه الثانيه. طيب الطريقه الثالثه ان انا ممكن اجيب هنا من القوائم فوق، في عندي قوائم فايل واديت والكلام ده كله، في قائمه درو، تمام. ممكن حضرتك تدوس عليها يفتح لك كل الاوامر اللي موجوده برضو على جنب دي، بس طبعا بيديك اوبشنز اكتر يعني، تمام. عندي هنا ادوس على لاين برضو وابدا ايه ارسم، تمام. عندي هنا في الكاد اول ما باجي بدي امر، تمام، دوس عليه فبيقول لي ايه، هو بيكتب لي تحت هنا اهو، وبيكتب لي برضو ايه عند الماوس مكان ما انا واقف، فبيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، تمام. فانا ممكن احدد او النقطه الاولانيه دي يا اما باحداثياتها اللي هي مثلا عايز ارسمها من السنتر هنا مثلا 0 و0، او احددها بان انا اعمل ايه كليك، يعني انا عايز ارسم من هنا لهنا مثلا، من هنا كده، وبعد كده انا بمشي ايه افقي وراسي. الاف 8 عندي بتفتح لي الايه، بتفتح لي وتقفل لي الاورثوجونال، تمام، اللي هو التعامد يعني. لو انا دلوقتي دايس عليها اهو ممكن ارسم خط ايه مايل، خط مايل بأي درجة مفيش مشكلة، لكن انا ادوس اف 8 هشتغل يا اما افقي يا اما راسي، تمام. طيب انا بدي امر لاين بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني حدد اول نقطة بحددها، تمام. وبعد كده لو انا بقى عايز ارسم الخط ده مثلا بطول معين، احنا لو بصينا على الشاشة الزرقاء دي، تمام، هنلاقي مكتوب ايه 5.3 دلوقتي كده، 6.8. لو انا عايز احدد الطول بتاعه انا بديله بس الدايركشن، هرسمه مثلا في الاتجاه ده طوله 10 متر، فبكتب 10 بالكيبورد وادوس انتر بيرسم لي ايه خط طوله 10 متر، تمام، اهو ده 10 متر. اوكي. طيب عندنا بعد كده في ال قلنا هنا الـ احنا رسمنا هو كذا خط، بس كل خط لوحده، ده خط وده خط ده خط، او يعني اي خط بيديني 3 نقط عليه، نقطة في الاول ونقطة في الاخر، تمام، ونقطة بتاعت السنتر بتاعه. اوكي، ده كده بالنسبة لايه الامر لاين. طبعا ده من اشهر الاوامر اللي احنا يعني بنستعملها. لو حضرتك مثلا عايز تعمله بالكتابة هتكتب ال اي ان اي. اوكي. طيب هتلاقي الكلام ده فين، لو وقفت بس كده عليه من غير ما تدوس على امر لاين، تمام، اهو هتلاقيه كاتب لك تحت كده فوق بريس اف 1 فور مور هيلب، هتلاقيه كاتب لك لاين، تمام. فدي دي ده الامر اللي انت المفروض تكتبه علشان يطلع تدي امر لاين ده، تمام، اللي هو بالكيبورد يعني. فانت لو حرك لو في اي امر يعني حتى مش فاكره او مش عارف بيتعمل ازاي، ممكن تكتب بس اول حرف فيه فهو هيجيب لك كل الاوامر اللي بتبدا بحرف ال. يعني عندي ال في لاين، ولو انا عايز بقى اجيب الاوامر الباقيه ليست، تمام، ال اي بيجيب لي الليست، ال لوحديها اصلا يعني امر لاين من اشهر الاوامر، فانا لو دوست ال بس ودوست انتر فبيديني الامر بتاع لاين، تمام، مش لازم اكتب الكلمه كلها. ده حضرتك بعد كده لو انت يعني افتح بس كده اكتب حرف وبعد كده شوف كل الاوامر بتيجي ازاي والاختصار بتاعها ايه والكلام ده كله، تمام. طيب الامر اللي بعد كده عندنا كونستراكشن لاين. كونستراكشن لاين ده امر بيديني ان انا ارسم خط ممتد في الاتجاهين، تمام، الى ما لا نهايه، بحيث ان انا اقدر ايه احدد منه اعمل بيه مستوى افقي. انا مثلا عندي هنا في الواجهات عندي دي او ده الكروس سيكشن، وعندي الواجهه الخلفيه والواجهه الجانبيه والواجهه الاماميه الكلام ده كله، تمام. انا عندي المعماري بيديني ايه هنا التشطيب بتاع الدور، وهنا ظهر المسلح ظهر البلاطه يعني، تمام. فانا عايز احدد الخط ده موجود فين في كل الواجهات. فانا دلوقتي رسمت الكونستراكشن لاين اهو، انا بديله الامر بيقول لي ايه سبيسيفاي بوينت نقطه على الخط اللي انت عايز تعمله، وبديله اتجاه افقي او راسي اهو، انا مثلا او مايل، لو انا دايس اف 8 فاتحها
عايز اعمله مايل بالطريقه دي. طب انا عايزه افقي بس، ارسمه كده كده راسي وكده ايه افقي. تمام خلاص انا كده رسمته، فانا عمل لي خط اهو بيقطع ممتد الى ما لا نهايه من الاتجاهين، اهو هنا ممتد الى ما لا نهايه وهنا الى ما لا نهايه، بحيث ان انا لو عايز اعرف البلاطه دي مكانها فين او المنسوب بتاعها فين بالظبط، اقدر ايه احدده في اي لوحه من اللوحات دي، طبعا لو انا ايه حاططهم جنب بعض بالظبط. تمام ده بالنسبه لايه للكونستراكشن لاين. عندي بعد كده في امر بولي لاين، تمام اللي هو بيديني ايه زي لاين بالظبط بس ايه متعدد ويبقوا كلهم حاجه واحده. تمام يعني دلوقتي لو افتح على بولي لاين اهو، لو حضرتك برضو عايز يعني تستفيد من الموضوع ده تقف بس على الامر بيكتب لك تحتيه، اوقات بيبقى فيه فيديو اوقات بيبقى بس كتابه كده حضرتك ممكن تقراها وتشوف الامر ده ممكن يعمل ايه، ممكن تتعلم منه حاجه جديده حاجه تسهل عليك. طبعا كل ما تعرف حاجات اكتر كل ما ايه هتسهل عليك الشغل اكتر. تمام بولي لاين اهو انا بدوس عليه، بعد كده بيقول لي سبيسيفاي ستارت بوينت، بحدد اول نقطه، بعد كده ايه ابدا اعمل كليك كليك كليك. تمام عندي برضو تحت هنا لو بصينا هنا بيقول لي بولي لاين سبيسيفاي نيكست بوينت اور ارك، تمام كلوز هاف ويت لينث اندو ويت. تمام انا دلوقتي عايز يعني في حاجات من دي ممكن مش بستخدمها، بس في حاجات ممكن أنا لو انا دلوقتي عايز ارسم، انا دلوقتي برسم خطوط وانا عايز ارسم ايه ارك، عايز ارسم ارش معايا، فادوس ايه اي كلمه من الكلمات دي يا اما ادوس عليها يا اما في عندي هنا اللي الكلمه لو بصينا عليها كويس هنلاقي الارك دي الايه بتاعتها معموله بالازرق، يعني انا لو دوست الايه هيدي الايه الامر بتاع الارك. الكلوز برضو السي معموله بالازرق بحيث ان انا لو دوست السي هيديني الامر بتاعها، فانا هدوس الارك ايه. تمام لو انا عشان ايه شغال ارسو فايه هيبقى ميل. لو انا عايز ارسمه مثلا بالشكل ده اوكي اهو تمام انا رسمت الكيرف ده، طب انا هيكمل معايا كيرفات تاني فانا عايز اخليه يرسم بقى خطوط عاديه بعد كده. تمام فاجي تحت هلاقي مكتوب ايه لاين لاين، خلاص يبقى انا كده هيكمل خطوط. تمام انا عايز ارسم خط مثلا مايل بالشكل ده، طيب انا عايز اقفله بقى هو يعني يتقفل كله يبقى ايه حاجه واحده. تمام فلو دوست سي اللي هي كلوز اوكي هيوصل من النقطه اللي انا واقف فيها لنقطه البدايه على طول. تمام بحيث ان هو بيقفله كله حاجه واحده، بيقفل لي كل الشكل اللي انا رسمته ده حاجه واحده. تمام اهو لو نقلنا بره كده اهو اوكي، طيب ده كله حاجه واحده. انا بحتاج الحاجه دي في ايه؟ لو انا مثلا عندي هنا في المعماري مثلا هنا وانا عندي الاوضه دي عايز اجيب الاريا بتاعتها، عايز اجيب البارامتر بتاعها، اجيب الاريا عشان احدد مثلا كميه السيراميك اللي انا احطها فيها، البارامتر عشان احدد الوزر اللي فيها اللي هو بالمتر الطولي. تمام طيب انا دلوقتي لو جيت انا برسم اهو البولي لاين، تمام طيب هاجي هنا بدل بقى ما اقعد ادور عليها فانا هدوس سي اروح ايه اقفلها على طول. انا رسمت اهو البولي لاين. لو انا بقى عايز اجيب ده بيديني الامر تاني اللي هو ليست، قلنا ال اي اهو ليست. تمام ليست ده بيديني هنا الاريا اهي 13 0 0 16 والبارامتر بتاعي اللي هو المحيط 15 96. يبقى انا عرفت دلوقتي ان الاريا بتاعت السيراميك اللي انا احطها في المكان ده 13 متر مربع، والبارامتر المحيط اللي هو بتاع طول الوزره 15 متر 96 ايه سنتي. تمام ده دي فايده البولي لاين. طيب لو انا بقى عندي انا رسمت خطوط، يعني خليها بعدين الموضوع الريجون ده، نكمل بعد كده بعد البولي لاين. عندي طبعا البوليجون اللي انا عايز ارسم شكل سداسي شكل خماسي، في كذا طريقه لان انا ارسمه جوه دايره او بره دايره، الكلام ده يعني احنا ما بنستخدموش كتير، احنا نركز على الحاجات اللي مهمه بالنسبه لنا. خلينا مثلا في ريكتانجل، تمام مستطيل، دوست على الامر بتاعه فبيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر، تمام بحدد الكورنر الاول وبعد كده الكورنر التاني. تمام اهو طيب انا دلوقتي عايز ارسم المستطيل ده، عايز ارسم عمود مثلا 30 في 60، فهقول له ايه شيفت ات زي بتاعت النت كده بوينت 3 واو بوينت 6. تمام اهو رسم لي عمود 30 في 60. تمام ده كده الايه الريكتانجل. طيب في عندي كده بقى بعديها عندي الارك، احنا شفنا الرسمه بتاعته اهو، بيحدد اول نقطه ويحدد
اخر نقطه، وبعد كده بترسم بقى الميل بتاعه بيبقى عامل ازاي. تمام. طيب انا عندي هنا دي طريقه واحده بس عشان ارسم الارك. لو انا عايز ارسم الارك بقى بطريقه تاني، ممكن افتح درو هشوف هنا في الارك، الاقي يعني كذا طريقه ان انا اقدر ارسمه بيها. بمعلوميه 3 نقط، لو انا عندي 3 نقط وعايز ارسم بينهم ارك، بمعلوميه بدايته ونهايته، تمام، والسنتر بتاعه، البدايه والسنتر والزاويه، البدايه والسنتر والطول بتاعه، كل حاجه لو انا عايز احدد ايه طريقه رسمته بالظبط. تمام. عندنا الاشهر فيهم ستارت واند ودايركشن. لو عايز ارسمه من النقطه دي للنقطه دي، وعايز ارسمه بقى ايه في الاتجاه ده او في الاتجاه ده. تمام. لو دوست F8 طبعا بيعملوا لي ايه، ربع دايره بالظبط. تمام. طيب ده كده بالنسبه للارك. عندنا بالنسبه للدايره، الدايره برضو نفس النظام، لو ادوس على الامر بيديني ايه، بحدد السنتر بتاعها، وبعد كده بديله ربع القطر. تمام. نص القطر، سوري، بديله نص القطر كده. او لو انا عايز احدد الدايمتر، لو دوست هنا اهو هلاقيه كاتب لي تحت ايه دايمتر. لو انا عايز احدد الدايمتر دوس له كده هلاقيه لو انا كتبت الدايمتر. تمام. انا ممكن اعملها بالكتابة، اعمله مثلا الدايمتر بتاعها بوينت 3. اوكي، اهو ده الدايمتر بتاعها بوينت 3. تمام. طيب في عندي حاجة تاني اللي هي الريفيجن كلاود. لو انا عايز اراجع اي حاجة، لو في عندي مثلا في الرسمة في حاجة عايز اعدلها، في غلطة مثلا زي دي وعايز ارسم عليها كلاود زي اللي موجودة دي يعني هي يعني مهمة بالنسبة لي، بحيث ان انا لما اجي ارجع للوحة تاني ما اقعدش ايه ادور، او انا بقى كاتب بره، لا انا عامل كلاود على الحاجة دي فعارف ان في حاجة غلط. تمام. فانا عايز ارسم كلاود، بدوس عليها بس، بدوس مرة واحدة وافضل ايه ماشي الف كده بس. تمام. اهو كده هو بيرسم لوحده، هو بيرمي نقط لوحده. تمام. نفضل ماشي كده لحد ما اجي ايه اقرب ناحية النهاية وهو يروح ايه قافلها. تمام. بيروح قافل هو الكلاود دي. تمام كده، بس بحيث ان انا لما اجي ارجع للحاجة تاني يبقى عندي ايه الكلاود موجودة، اقدر اعرف ان في هنا كان في مشكلة. تمام. السبلاين ده بيديني خطوط كيرفات بس ايه ممتدة بقى، يعني كذا خط مع بعض بقى، بغير الكيفيشر بتاعها كده، وبعد كده اغير الميل. تمام. الكلام ده احنا يعني ما بنستعملوش كتير كانشائيين يعني، اوكي، او كمكتب فني يعني، مش بيستخدمها المهندس المعماري في رسومات او في الاول. اوكي. عندي بعد كده الاليبس، لو انا عايز ارسم اليبس. تمام. اليبس ارك، حتة من اليبس. بعد كده عندي بقى ايه انسرت بلوك وميك بلوك. طيب ميك بلوك ده يعني انا عندي في مثلا اللي اوت ده. تمام. مضغط الافق المعماري ده انا عندي دلوقتي عبارة عن ايه، دي دوائر وخطوط وتكست ودايمنشن، وعندي الخط ده اللي هو بتاع الوول، وعندي هنا مش عارف ايه، كل حاجة لوحديها معمولة فلايرز لوحديها، فانا عايز اعملهم كلهم حاجة واحدة بحيث ان انا ايه اقدر انقلهم اتعامل معاهم كبلوك واحد. فانا بعمل له كده سيليكشن كله. تمام. وبقول له ايه ميك بلوك، ميك بلوك يعني اعمل الحاجة دي كلها بلوك، وبسميه اسميه مثلا ايه معماري ارضي. ماشي. مدوس اوكي. تمام. جيت بعد كده لو انا اخترت اي حاجة من البلوك ده، لو انا اخترت بس الدايرة دي هلاقيه مختار لي البلوك كله، مع عامل له سيليكشن، بيتعامل معاه كأنه ايه حاجة واحدة. لو انا عايز اعمل له مثلا كوبي بلاقيه بيعمل له كوبي كله حاجة واحدة. طب انا دلوقتي عايز اعدل فيه، لو انا عايز اعدله فبعمل ايه، بفتحه بدوس عليه دبل كليك، بيقول لي مثلا انت عايز تعدل في معماري ارض ده، بقول له اه اوكي. تمام. بدخل لي الحاجه اللي هي اسمها ايه بلوك اديتور، بدخل عليه بيديني الحاجه بتبقى موجوده بقى زي ما هي، ايه خطوط زي ما هي. تمام. عندي ده التكست لوحده والدايمنشن لوحده والخطوط لوحديها، كل حاجه لوحديها اقدر اعدل عليها، وادي البلوك اللي كنا راسمينه اهو. تمام. فبعد كده اقول له ايه كلوز، بيقول لي اذا كنت هتسيف الكلام ده ولا لا، بقول له اه ماشي انا هسيف. تمام. بس ده كده الميك بلوك. لو انا بقى عايز اجيب بلوك من مكان تاني، فانا بقول له انسرت بلوك، هنا الامر اللي فوقيه اهو انسرت بلوك، وبختار البلوك اللي انا عايزه اللي هو معماري ارض مثلا، او اي حاجه من البلوكات التانية اللي كانت موجوده اصلا في الرسمه اللي عاملها المهندس المعماري، فبقول له اوكي.
تمام. بحدد انا البلوك و في مشكلة بس مش عارف اهو. نزل هنا اهو، يعني كان متاخد من مكان تاني. طبعا ده الامر اللي انا عملته دلوقتي لو خدتوا بالكم اللي هو ايه، امر زوم، تمام. بس ده نخليه بعد كده، بعد ما نخلص درون ندخل في الامر ده اهو. نمسحهم، نرجع للاي اوت بتاعنا. طيب في بعد كده عندي امر بوينت. امر بوينت ده طبعا احنا كنا بنستخدمه كتير في ال اهو، ده مديني عامل لي الشكل النقط الاربع نقط الحمر دول. ده احنا بنستعمله في الساب بحيث ان انت لو عايز توقع بقى حاجه من الكاد، بتوقع بقى الجوينتس مكان العمدان والكلام ده كله، بحيث ان انت لما توديها على الساب تبقى معروفه ان دي جوينتس وتعمل لها سترينز بتاعه الكلام ده، تمام. فانا ايه رسمت هنا نقطه اهي، اوكي. نقطه طبعا مش باينه قوي لو انا يعني الحاجات دي احنا مستخدمهاش كتير هنا، بس برضو لو انا بقى عايز اعدل بقى في النقطه دي، فباجي هنا في الفورمات بوينت ستايل، اوكي، بغير الشكل بتاعه لو انا عايزها نقطه بس، او عايزها الشكل الاكس ده او الشكل ده، تمام. فبقول له ريلاتيف تو سكرين مثلا 5 اهو، كبرت شويه، تمام. عايز اكبرها فبعدل تاني في الايه، في البوينت ستايل بتاعها، اوكي. طيب ده كده ال البوينت، اوكي. عندي بعد كده الهاتش. طيب لو انا عندي بقى مستطيل مثلا بالشكل ده كده، وانا عايز اعمل له ايه، هاتش تظليل. انا يعني عندي طبعا العمدان بعمل لها الهاتش بالشكل ده كده، كنا بنعمله واحنا في الرسم المعماري اليدوي، بحيث ان انت ايه بتحدد الخطوط المتوازيه مع بعض دي، يعني ده ايه خرسانه مسلحه، تمام. لو خطين وخطين يبقى ده ايه مباني، الكلام ده كله هتلاقي هنا في الهاتش. حركه تدوس على الهاتش كده بتحدد هنا بقى الاسم بتاع الهاتش. طب انا مش عارف الاسامي دي اصلا، بتدوس على اللي جنبيها دي كده، تمام. تقدر تحدد اذا كان سوليد عايز تعمله حاجه غامقة، يعني حاجه لون واحد، او ان اس اي 31 ده اللي هو الخرسانه المسلحه، او ده اللي هو المباني، تمام. انا عايز اعمله خرسانه فبختار الشكل ده وبقول له ايه اد سيلكت اوبجكتس، الاوبجكت اللي انا هعمل له هاتش، وبدوس عليه وبدوس له ايه انتر. انتر عندي ممكن ادوس انتر او مسطره، تمام. السكيل بتاعه 1. طب انا عايز اصغره شويه عشان اشوف اذا كان هيبان ولا، بوينت 2 مثلا، اقول له اوكي اهو بان اهو. طيب انا عندي مثلا هاتش دلوقتي طالع ايه كبير، انا عايز اقلله شويه 0.05، تمام. لقيت الهاتش بقى ايه قريب من بعضه، تمام، على حسب بقى السكيل اللي انا عايزه، فبعد بحدد الهاتش بتاعي، تمام. طب انا عندي الجريدينت. جريدينت هو نفس الهاتش، بس بيعمل لي ميكس بين لونين يعني مع بعض، بيعمل لي برضو التظليل الحاجه دي ميكس بين لونين، تمام. عندنا في بعد كده الريجون. الريجون دي عباره عن ايه، لو انا هرسم مثلا خطوط مع بعض كده، خطوط ورا بعض اهو كده، تمام. ده خط وده خط وده خط، تمام، كل حاجه لوحديها. طيب انا عايز اجمع الخطوط دي كلها اعملها ريجون. لو انا مثلا عندي خطوط حوالين المبنى مثلا، وعايز بقى بدل ما اقعد ارسمهم تاني بولي لاين، فانا عايز اعملهم كلهم ايه ريجون، حاجه واحده على بعضيها، تمام. طيب انا لو مسكت الخط ده كده وجبت الليست بتاعته، فبيقول لي ايه، بيقول لي اللينث بتاعه 3 متر 32 اهو، تمام. طب انا عايز اعمل ده اريا، عايز اعمل جيبه اريا بحيث ان انا اقدر اجيب المسطح بتاعه والبارامتر والكلام ده. فبعمل ريجون، بدي امر ريجون اهو، سيلكت اوبجكتس، بحدد بقى الخطوط اللي انا هعمل لها ريجون، اجي على كل واحد كده وادوس عليه، تمام، وادوس انتر. بيقول لي ايه، وان ريجون، وان ريجون كرييتد، تمام. دوس عليه كده واعمل له ايه الليست بتاعته، يديني الاريا 13 متر 98 والبارامتر 19 29، تمام. ده كده بحيث ان انا بحول الخطوط بتاعتي لاريا، تمام، بحيث ان اقدر اتعامل معاها ان انا ايه اعدل عليها.
او اجيب الاريا بتاعتها والبارامتر والكلام ده، تمام، البروبرتس يعني. في بعد كده عندي امر تيبل. طيب انا عندي هنا في التيبلز، عندي هنا في الجداول، في مثلا جدول تشطيب الابواب، الرمز بتاعه كذا، به واحد به اتنين، العرض، الارتفاع، التوصيف بتاع الباب. طيب الجدول ده عباره عن ايه؟ عباره عن خطوط، ادي خط وادي خط، تمام. والتكست ده محطوط ايه؟ كوبي جواه، ممكن اشيله ممكن اغيره، تمام. طيب انا بقى عايز اعمل جدول بحيث ان هو يبقى اي حاجه ثابته وشكلها كويس، واتعامل مع الخانات اللي جواها على اساس ان هي ايه، خانات واقدر اعدل فيها، تمام. بحدد هنا الكولومز، عندي عايز اعمل كام عمود، عايز اعمل 4 عمدان مثلا، والصفوف، تمام، داتا هيدر، انا بدي عملت الجدول اهو. ما بيبطأ بس عشان ايه، في تيكست وكده. طيب انا عايز اكتب فيه جدول الاعمدة، الابواب مثلا. فانا لما انا بدوس على خليه كده بتعمل معانا على اساس ان هي خليه، وبيديني ان انا اقدر اكتب فيها اللي انا عايزه، تمام. ممكن طبعا ايه، نضربه في سكيل مثلا اهو، صغره شويه. اوكي، طبعا هو ال بيبان لي الخطوط الهيدرز بتاعته زي الاكسل كده، بس دي ايه، ما بتتبانش معايا في الطباعة، تمام. طيب انا عندي هنا ده الجدول اهو، بقدر بقى اعدل ان انا اكتب اي حاجة في الخلايا اللي هنا دي مثلا، تمام. ده بيبقى افضل بالنسبة لي ان انا لو عايز اعدل اي حاجة زي في الجداول دي. اوكي، طيب عندي بعد كده في الاوامر الباقية، عندي التكست لو انا عايز اكتب اي حاجة بدي الامر كده، وبعد كده بقدر اكتب جوه بقى ايه اللي انا عايزه، تمام. دورة هنا الفونت ده لو حد مش بيعرف يتعامل عليه، تمام، خلينا نعمله كده في مكان واضح، تمام. اللي هو الاكس ارب ده مثلا، نكتب دورة اعداد مهندس مكتب فني، فاكتب دال واو ر ت مربوط. لو انا كتبت الحاجة بس الحرف كده بس، بيعمله لي على انه ايه، موصول بالحرف اللي قبليه. لكن لو انا عايز اعمله كحرف نهاية زي مثلا السين، السين كده موصولة باللي بعديه. لو انا عايز اعمل السين دي كحرف في الاخر، فبدوس شيفت سين، تمام. فانا عايز اعمل الت مربوطه دلوقتي، فبدوس شيفت ت مربوطه دوره الف. طب انا الف دي يعني شكلها موصوله، فهعمل ايه، شيفت الف، تمام، اعداد برضو الالف التانية، مهندس اعملها بالشيفت. اوكي، طيب الكاف هي عملها لي كانها ايه، لا انا عايزها تبقى موصوله، فشيفت كاف ت البيه بالشيفت فني، تمام، شيفت ايه اللي هي ايه، اللي هي الدي، تمام. وبدوس له اوكي هنا، خلاص انا عندي التكست اتكتب اهو، ماشي. ده بالنسبة للايه، التكست. في الامر بقى اللي بعد كده، الامر ده اسمه اد سيلكتد. ان انا لو انا عندي امر اساسا موجود وانا عايز ادي ايه نفس الامر على طول بدل ما اقعد ادور عليه، مثلا عندي الدايمنشن اهو، وانا عايز ادي امر دايمنشن بنفس اللايرز بنفس البروبرتيز بنفس كل حاجه، فانا بدل ما اقعد ادوس هنا دايمنشن واختار كده، تمام، ممكن يطلع مش بنفس اللاير ولا اي حاجه، فانا هدوس اهو اد سيلكتد
وبدوس على الامر اللي انا عايزه دي، تمام. طب انا دلوقتي دول ايه؟ دول كلهم معمولين بلوك، فانا عايز افك البلوك ده، خليها اكسبلود، هنشوفه برضو بعد كده. عايز ادي بقى دلوقتي الامر ده، فبدوس على التكست كده انتر، سوري اهو، تمام. عايزين ندوس على الامر اهو، اول ما ادوس على حاجه خلاص انا بقدر ايه اعمل الدايمنشن اللي انا عايزه. عايز اعمله من هنا لهنا مثلا، خلاص اهو. عايز اعيد امر الريكتانجل ده، فبدوس عليه وبعد كده ببدا ايه ارسمه. لا ده ما كانش ريكتانجل، ده لا هو هيتعمل ريكتانجل اهو، مفيش اي مشكله. يعني عندي مثلا امر بولي لاين اهو، اقدر ارسم اللي انا عايزه. ندي نفس الامر تاني، اوكي تمام كده. ده ان شاء الله ده كده قايمة درو بس في الكاد، تمام. نشوف بعد كده ان شاء الله قايمة الايديت، اوكي، والدايمنشن والكلام ده كله، وازاي بقى اقدر ايه انا نشوف بقى بعد كده الطباعة والكلام ده، تمام. هاي بندخل كده مع بعض على قائمة edit، تمام، اللي هي على اليمين هنا، اوكي. في اول امر فيها، تمام، وقفنا عليه، بيقولنا اللي هو امر ايه erase. امر erase اللي هو زي delete، تمام. ممكن ادي الامر، اوكي، وبحدد على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها ديليت وبدوس انتر، تمام. طبعا لو انا عايز امسح الحاجه دي لوحدها ممكن ادوس ديليت على طول، اختارها بس واعمل ديليت، اوكي. في بعد كده امر كوبي، كوبي دوس عليه، وبعد كده بيقول لي ايه سيلكت اوبجكتس. اوبجكتس يعني ممكن اختار حاجه واحده او كذا حاجه، اتنين مثلا. بعد كده ادوس كليك يمين، انا كده اخترت، فبيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت، النقطه اللي انت النقطه السنتر اللي انت هتختار منه، تمام، النقطه الثابته اللي انت هتنقل منها. فادوس مثلا على النقطه دي كده، وبعد كده بختار ان انا ايه هعمل لهم كوبي في هنا، تمام. طبعا انا شغال ايه ارسو وفك راسي بس، ادوس اف 8 مثلا واعملهم هنا، اوكي. البيس بوينت دي مهمه جدا بالنسبه لي، بحيث ان انا لما اجي مثلا عايز انقل العمدان دي، عايز انقل العمود ده مثلا، اوكي، في على لي اوت تاني او مكان تاني، فبقى اعمل له كوبي، تمام. وبعد كده بختار مثلا بقى ايه تقاطع اكسين، عندي تقاطع الف وواحد مثلا، تمام. باجي ادوس عليه كده واجي هنا مثلا الف وواحد، وبعد كده ايه اروح دايس هنا الاقيه نزل في نفس المكان اللي هو ده، اوكي. في بعد كده عندي امر ميرور اللي هو بيعمل لي زي مرايه كده الحاجه في اهو، لو انا مثلا زي مضرب البينج بونج ده، ان انا برسم نصه بس وبعد كده بعمل له ميرور الناحيه التانية، اوكي. ده مهم، بيبقى مهم بالنسبه لي انا مثلا لو انا عندي رسمه زي دي كده سيمتري، اوكي، سيمتري حوالين المحور الرأسي، يعني ممكن ارسم نصها واعمل ميرور الناحيه التانية، او انا ممكن ارسم ربعها واعمل له ميرور تحت، تمام، حوالين المحور الافقي، ولو في اي تعديل اعدله، وبعد كده اعمل له ايه ميرور كله الناحيه التانية. طيب لو انا عندي ما مثلا عمدان كده مثلا اهي كده، تمام، عايز اعمل لهم ميرور الناحيه التانية، فاعمل هدي امر ميرور بيقول لي سيلكت اوبجكتس، بعمل سيلكت عليهم كده، كليك يمين، سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور لاين، يعني حدد اول نقطه من خط المرايه اللي انت عايز تعمله اهو. لو انا هعمل خط المرايه بتاعي كده، يبقى هو ايه هعملهم الناحيه التانية جنبي على طول. لو انا هعمله راسي تماما اهو، اهو هعمله من الناحيه التانية، فبدوس انتر، تمام. بيقول لي اريز سورس اوبجكتس، يعني هيمسح السورس اللي هم الاوبجكتس اللي انا عامل لهم ميرور، ولا نخليهم ان دي اللي هي ستاندر نو يعني، تمام. فبقول له انتر، بيعملهم لي ميرور الناحيه التانية، تمام. ده بيبقى مفيد بالنسبه لي، بحيث ان انا قلنا لو العمدان دي سيمتري،
بقدر ان انا ايه اعمل لهم ميرور بحيث ان انا ارسم ربع الرسم بس واعمل لها ميرور على طول على المكان التاني. تمام. في بعد كده ريكتانجلر اري، ده اللي هو بيكرر الحاجة نفسها كذا مرة، ده يعني كل يعني استخدامه قليل بالنسبة لنا. تمام. اهو بيقول لك فيديو از لودنج، بيوريك ازاي تعمل اري للحاجة دي اهو. تمام. ده كده بيعمل حاجات اللي هي السبورت بتاع الازاز ده مثلا على واجهة. اوكي. لو انت مثلا عايز تعمل حاجة للمستطيل ده كده اري اهو، انت عايز تكررهم كده. تمام. عايز تعمل كده الكلام ده كله، بتعمل ايه اري للحاجة دي. طب انا عندي لو انا عايز ارجع بقى من اي حاجة، لو انا عملت امر مثلا، تمام نعمل شدو. لو انا عملت امر وعايز ارجع فبدوس كنترول زد. تمام. كنترول زد على طول بيرجع لتاني لاخر حاجة انا عملتها اهو، برجع مثلا في الاري اهو. عايز طب عايز اعمل حاجة دي تاني ريدو، ممكن ادوسها من هنا فوق ده اهو، اندو كنترول زد وريدو كنترول واي، يبقى كنترول واي هيعيد لي الحاجة اللي انا كنت عملتها تاني لحد اخر حاجة انا عاملها. تمام. طيب في حاجة تاني في الـ في السليكشن، لو انا عايز اختار بقى كذا حاجة، انا عايز اختار مثلا المستطيلات دي او الاعمدة دي، فانا لو عملت سليكشن اهو من اليمين للشمال، تمام من اليمين للشمال، لقيت شكل الويند اهو اخضر. تمام. واي حاجة انا بلمسها بيختارها، بمعنى لو انا عملت سليكشن هنا هيختار لي الاربع مستطيلات دول، لكن العكس لو انا عملت من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، تمام. لقيت شكل الويندو معمول عندي ازرق او لبني، والحاجه اللي كلها جوه الويندو بتاع السليكشن ده بس هي اللي بتختارها. ازاي؟ لو انا اخترت كده يبقى هو مش هيختار لي اي حاجه. تمام. لكن لو انا اخترت كده اهو مثلا، يبقى انا هختار لي ايه الاتنين دول، المستطيلين اللي تحت دول بس، لان هما كلهم جوه السليكشن بتاعي. تمام. اهو كده مش هختار الا الاتنين دول بس، لان هما دول اللي جم كلهم جوه السليكشن. يبقى انا عشان اختار دول لازم اعمل كده، لكن لو عايز اختارهم بس امسك هلمس اي جزء منهم في السليكشن من اليمين للشمال، فايه هيختارهم معايا. تمام. ده بالنسبة للسليكشن. عندي بعد كده امر موف طبعا. تمام. لو انا عايز اعمل انقل اي حاجه فبيقول لي سيلكت اوبجكتس كده. تمام. ممكن اعملهم بويندو على طول، كليك يمين خلاص انا خلصت سيلكشن. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت، عايز انقلهم من النقطه دي هنا. تمام. او ممكن انا اعمل لهم ايه موف بالام واختار كده النقطه، وبعد كده ادي له اتجاه واعمل مثلا 5 متر، عايز انقلهم 5 متر بس. تمام. عايز انقلهم كده مثلا 20 متر اهو، وهكذا. تمام. عندي بعد كده في امر روتيت. اوكي. انا عندي مثلا العمود ده عايز الفه، انا عايز يبقى الضرب بتاعه الناحيه التانيه، فبعمل له روتيت ار او. تمام. بيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت، النقطه اللي انا لو هيلف حواليها النقطه دي مثلا، والزاويه، الزاويه 90 هيلفه ايه بالشكل ده. تمام. وانا عايز الفه كمان اهو كده 90. تمام. بيلف ايه عكس عقارب الساعه. تمام. طيب ده مثلا عايز اعمل له هو روتيت من هنا سالب 90، يبقى ايه هلفه الناحية التانية مع عقارب الساعة. طيب عندي بعد كده في امر سكيل. سكيل ده لو انا عايز اعمل اكبر حاجة او اصغرها اضربها في سكيل، فانا هختار مثلا المستطيل ده اهو وادوس كليك يمين، وبعد كده ابدأ ايه احدد البيس بوينت وابدأ اكبره او ايه اصغره. تمام. لو انا عايز اضربه في سكيل معين بضرب مثلا في 2 وادوس انتر بيضربوا لي في 2. الكلمه دي مثلا السكيل بتاعها كبير فبدوس سكيل اس سي، بيقول لي سبيسيفاي بيس بوينت، حدد النقطه وابدا اكبرها او اصغرها. ممكن مثلا اعمله بوينت 1 هلاقيه ايه صغير خالص بالنسبه لي. تمام. ده بحيث ان انا لو انا عايز اعمل مثلا تكست وطلع كبير مش مشكله، بعمله وبعد كده بضرب التكست ده في سكيل لحد ما يبقى ايه مناسب بالنسبه للرسمه بتاعتي. تمام. في بعد كده ستريتش. ستريتش ده يعني بيمد حاجه
مثلا عندي مستطيل زي ده. زمان عشان امد المستطيل ده ما كانش فيه النقطة دي في النص، النقطة اللي في النص دي ما كانتش موجودة زمان في الكاد، كان موجود الاربع كورنرز بس، فلازم كن لازم اي اعمل استريتش وامسك من النقطة دي كده مثلا وامدها لحد ايه المستطيل ده. لكن دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، يعني انا بالنسبة لي عندي بيديني النقطة دي تمام، بقدر امسك منها الخط كله وامده بحيث ان انا ايه امده لاي نقطة انا عايزها تمام. عندي بعد كده في امر تريم، امر تريم مثلا عندي الخط ده اهو اوكي، عايز اقطع مثلا الخط، عايز اقطع المستطيل ده على الخط ده، فبيقول لي سيلكت اوبجكتس تمام اور سيلكت اول. سيلكت اول دي لو انا دوست انتر هيختار لي كل حاجه موجوده في الرسم، كل الخطوط الموجوده في الرسم، ممكن اقطع اي حاجه عن اي حاجه تمام. فانا بعمل ايه؟ سيلكت اوبجكتس تو تريم، الحاجه اللي انا هقطعها، انا هقطع ده مثلا وهقطع ده كده وهقطع ده كده تمام، وهقطع الحته اللي في النص اوكي. طيب لو انا اديت الامر بقى وعايز يعني اختار دول بس، انا ايه هختار الحاجه اللي هتقطع، وبعد كده دوس كليك يمين اختار الحاجه الايه اللي هتتقطع تمام، او يعني تسهيل ان انا ممكن اختار كل حاجه دوس انتر وبعد كده اقطع اللي انا عايزه تمام اهو كده. العكس بتاعه طبعا ايه امر اكستند، لو انا عايز امد مثلا الخط ده يلمس المستطيل ده، فانا هعمل ايه، هعمل العكس، اختار الحاجه اللي هتروح لها واختار الحاجه ايه اللي هتتمد، يعني اختار الحاجه اللي هيتمد له اللي هو ده مثلا، وبعد كده ادوس كليك يمين افصل بينهم، وبعد كده اختار ايه الخط نفسه فيتمد لحد الايه المستطيل تمام. وهكذا مثلا عايز اعمل امد الخط ده كده او الامر تاني تمام، امده لحد فين، لحد الخط ده، فاختار الخط ده مثلا وامد له الاكس ده، بس طبعا لازم يكون ايه واصل له، يعني ما ينفعش اختار حاجه مثلا اجي اختار ان هو يوصل للخط ده واختار واحد عمره ما هيتمد، ان هو ما يعني ما فيش انترسكشن بينهم، لكن ده الخط ده او ده ما فيش مشكله، ده ممكن يوصل له. الخط اللي بعده واصل، وده واصل اهو كلهم، بس ده ايه ده ما يوصلش لحد فوق تمام. طيب عندنا بعد كده بريك ات بوينت، لو انا عندي مثلا مستطيل زي ده وعايز اكسره في نقطه معينه تمام، ده يعني محتاجوش كتير، بس بنختار الحاجه نفسها وبعد كده بتختار انت عايز تكسره فين. المثلث ده يعني ده الميد بوينت بتاعتي اللي هو النقطه اللي في النص، على نص الايه نص الخط في منتصف الخط ده تمام. علامه، العلامه اللي هي زي علامه الساعه المائيه دي، دي معناها ان انا دي في اي نقطه، ده في اي نقطه على الخط نفسه تمام. المربع ده يعني ده الاند بوينت، النقطه اللي هي في الكورنر بتاعي تمام، انا عايز اكسره هنا مثلا فبختار ان انا اكسره هنا، لو بصينا عليها نلاقي ايه ده بقى خط وده خط لوحده ماشي، ده خط لوحده والباقي ده ايه لوحده مع بعضيه تمام. طيب بريك بقى لو انا عايز اكسر الحاجه دي في يعني مكان معين بكسره كده، وبعد كده هو ايه بيكسر مساحه يعني جزء معين منها تمام. في عندي بعد كده جوين، لو انا عندي خطين، ادي خط مثلا وادي ايه بقيه الخط، لو انا عايز اعمل الخطين دول حاجه واحده، ادي ده خط وده خط تاني، فانا بدوس جوين بعلم على الخطين كليك يمين بيتوصلوا ويبقوا ايه خط واحد، ادي نقطة ستارت واند وادي الميد بوينت بتاعته تمام. طيب لو انا عندي جزء من المستطيل مثلا عامل كده وانا عايز اوصل بينه بقى بين الخط ده تمام، فانا بدوس شامفر بختار الخط ده مثلا والخط ده، هو بيوصل بينهم ايه جزء مايل كده تمام. طيب عندي بعد كده في الشامفر بقى اللي هو بيعمل لي كيرف، بعد كده في عندي الاكسبلود، قلنا الجزء ده مثلا لو احنا عاملين دول ايه بلوك، ميك بلوك هنسميه مثلا اي حاجه كده، بعد كده انا خلاص بقى مش عايزهم يبقوا بلوك زي ما هم كده، فانا هعمل لهم ايه اكسبلود، هفجرهم بحيث ان هو يرجع كل حاجه لوحديها كل خط لوحده تمام، وادوس اكسبلود اخترت الحاجه ودوست اكسبلود فخلاص بيرجع تاني زي ما هو كل حاجه لوحديها، اتلغى حوار الايه البلوك تمام. طيب
عندي في اوامر تاني بقى بالنسبه لي. عندي مثلا طبعا اوامر الدايمنشن، امر الدايمنشن العادي يعني. زمان زمان في الاكسل لما كنت بعمل دايمنشن كان بيديني الدايمنشن بتاعه الـ يعني السيستم بتاعه مش متظبط. لكن دلوقتي لو انا حتى لسه فاتح ملف جديد، الدايمنشن بقى منظم الى حد ما يعني، ما بحتاجش اعدل عليه كتير. تمام، ادي هو مثلا عايز ارسم دايمنشن افقي، فبختار اول نقطة واخر نقطة وايه وبحطه في المكان اللي انا عايزه. تمام، مايل مثلا، تمام، اختار مثلا من النقطة دي للنقطة دي، تمام اهو، وبحدد المكان اللي انا هحطه فيه. ده الطول ده كده 4 متر 38 من 100، من 1000. عندي بقى لو انا عايز ارسم خط اسمه ده طول بتاع كيرف بتاع ارك، في بقى كذا كذا نوع للدايمنشن بعد كده، للدوائر والحاجات دي. تمام، احنا اللي يهمنا هنا بالنسبة لنا يعني الموضوع الدايمنشن العادي الافقي والمايل بس. اوكي، في عندي بعد كده في شوية اوامر مهمة بالنسبة لي. ممكن مثلا امر فيل، ده فيل اف اي ال ده اللي هو يخص الهاتش، فبدوس انتر هو لاي كاتب لي ايه اون. تمام، هنخليه اوف، نعتبر ان هو اصلا اوف. فيل اوف، تمام. طيب لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان انا كان عندي هنا في هاتش على العمود ده واتشال، لكن الهاتش ده مش اتشال اتمسح، لا هو اتشال ان هو ان انا لغيت امر الفيل اللي هو الهاتش بتاعي، شلته من مش موجود. انا ممكن افتح فايل الاقيه اصلا الهاتش بتاعه مقفول، فانا بدوس ايه فيل، بتاكد ان هو مفتوح ولا مقفول، لقيته اوف، فبعمل اون اون انتر، مرجعش ولا حاجه. فانا بعمل ريجنريت. ريجنريت ده اللي هو ار اي، ده بيدي بيعمل لي زي ايه، زي ريفرش كده، بي 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 يعني بيظبط لي الاوامر تاني. تمام، طيب انا خلاص اديت الامر بتاع الفيل واتفتح، تمام. بعد كده بعمل ريجنريت بحيث ان انا ايه اعمل زي ريفرش كده. تمام، ده بالنسبه لامر فيل. طيب في عندي بعد كده اللاي اوت ده، انا ممكن اتعامل معاه يعني اخده كله كوبي، يعني لو انا عايز اخده مثلا كوبي في مكان تاني ممكن احدده، بس ما اعملوش بلوك، انا اعمله جروب. يعني ممكن اعمل له سيلكشن كده، هو دلوقتي خطوط عادي، خطوط عادي ودايمنشن لوحده كل حاجه لوحديها. ممكن انا اتعامل مع بقى ادوس عليه اعمل له سيلكشن كله كده، ويندو كده من اليمين من اليمين للشمال، تمام، كليك يمين، وبعد كده اعمل له ايه جروب، وادوس جروب بحيث ان انا اقدر اتعامل معاه بعد كده. لو انا مسكت اي حاجه منه بيعمل لي عليه كله سيلكشن، واقدر اتعامل معاه كله كبلوك واحد بس مش بلوك. كوبي اهو، هنقله هنا مثلا، اخد له كوبي هنا، وبعد كده ممكن بعد كده اروح ايه ماسكه اعمل عليه كليك يمين ان جروب، يرجع كل حاجه لوحديها. ده علشان اتعامل ايه مع البلوك كله على بعضه، بس مش كبلوك، يعني كاوبجكت بس حاططهم في جروب كده عشان ايه اتعامل معاهم. تمام، طيب في بعد كده عندي مثلا امر ماتش بروبرتس. تمام، في الامر ده فوق اهو، لو انا في عندي حاجه، عندي مثلا الخط ده اهو معمول ايه، دول لسه معمولين جروب، شيل الجروب بتاعهم، او الخط ده مثلا معمول ان هو مش كونتينيوس، معمول سنتر لاين. تمام، فانا عايز انا رسمت هنا خط زيه، اوكي، بس الخط ده معمول كونتينيوس، معمول بلاير تاني، معمول بكذا حاجه تاني مختلفه عنه. فانا بعمل ماتش بروبرتس اللي انا بنقل خواص الحاجه دي، الخط ده مثلا الخط ده، تمام اهو، لقيته بعد ما كان في لاير مختلفه حول اللاير دي. طب احنا عايزين نشوف يعني تظبيط اللايرز ازاي بالظبط. تمام، انا عندي اللايرز دي حاجات زي يعني زي ما تكون شفافه كده، برسم عليها شويه حاجات وبتبقى موجوده معايا، انا ممكن اقفلها وممكن امسحها خالص. تمام، فانا عندي مثلا اللايرز هنا، اوكي، اول ما بفتح الكاد بيبقى عندي اللاير اللي هي زيرو دي، تمام، دي اللي هي الستاندرد عندي. احنا لو بصينا هنا اهو، خلينا مثلا في اكسس سيركل، هو هنا ال
هنا مثلا عندي اللايرز دي عاملها عندي المعماري، هو اللي عاملها من الاول، انا ممكن اعدل عليها، ممكن اضيف لايرز، امسح لايرز، اعمل اللي انا عايزه. طيب انا عندي هنا هو عامل لي ايه؟ عامل لي الدوائر بس بتاعت الاكسس، عاملها فلاير لوحديها اسمها اكسس سيركل، عامل الاكسس لوحديها فلاير، تمام اهو. طب انا لما باجي بفتح هنا اللايرز دي بلاقي الاسم بتاع اللاير، بلاقي اللمبه دي، اللمبه دي اللي انا بقفلها وبفتحها، تمام. عندي القفل ده لو انا عايز اخلي اللاير دي موجوده في مكانها ما تتحركش الا لما انا افتح القفل بتاعها. القفل بتاعها لو انا دوست عليك يبقى انا كده ايه، لو مقفول كده يبقى هي مش هتتحرك من مكانها، تمام. يعني لو هي مفتوحه كده وانا قافلها وادوس عليها مثلا موف ما بتتحركش، تمام، لان هي مقفوله. طيب لو انا عايز بقى اعدل في اللايرز بدوس على اللاير بروبرتيز اللي هنا دي، تمام، بيفتح لي بقى كل اللايرز اللي موجوده. اوكي، عندي اهو اسم اللاير زيرو، دي اللي هي الستاندرد بتاعتي، اكسس سيركلز مثلا عندي هنا قافلها، هفتحها تاني مفيش مشكله، هخليها مفتوحه. اللون بتاعها هختاره، هغيره، هدوس عليه كده هختاره مثلا اعمله اخضر، تمام. الخط بتاعها هختار النوع بتاعه، ده اللاين ويت بتاعه، التقل بتاع الخط، اذا كنت انا مثلا 0.05 ده اللي هو اخف حاجه، تمام. ممكن اي اعمله بقى حاجه تقيله قوي بعد كده، بس ده طبعا لو انا هعمل لوحه كبيره. لو انا لوحه بالنسبه لي مثلا هطبعها على A4 او كده او حاجه صغيره وعامل لاين ويت كبير، يعني هيخليها كلها سودة، تمام. فانا هعمله لو حاجه ارفع حاجه عندي اللي هو 0.05 ده، تمام. البلات بالنسبه لي اذا كانت اللاير دي هتطبع ولا لا، لو انا مش عايز تطبع هدوس على رمز الطباعه ده، لما اجي اطبع بعد كده مش هتطبع معايا، تمام. اللاين تايب، اللاين تايب اللي هو نوع الخط نفسه، اذا كان كونتينيوس ولا هيدن، ولا هيدن من النوع ده اللي هو الفروقات بتاعته كبيره، ولا سنتر لاين. ممكن انا اضيف مثلا اعمل لود هنا واحدد بقى نوع الخط اللي انا عايزه، تمام، اهو سنتر من النوع ده ولا من ده ولا الكلام ده كله، وبعد كده بحدده واختار ان هو ده يبقى هو ده النوع الايه، الخط بتاعي. انا هعمله هنا كونتينوس عادي، تمام. كل الحاجات دي خلاص، انا بعد كده انا عندي علامه الصح اللي موجوده جنب الزيرو دي، معناها ان الزيرو دي هي اللاير اللي انا شغال عليها. انا مثلا عايز ارسم حاجه في اللاير، في الاكسس، في الاكسس نفسها مثلا، بلاش اكسس سيركل، فبدوس عليها كده وبدوس ايه، علامه الصح. علامه الصح ان انا بعد كده لما اجي هطلع من اللايرز دي هتبقى اللاير اللي شغال الاكتف عندي هي الايه، الاكسس، تمام. هدوس كده هقفلهم، اوكي اهو. انا دلوقتي غيرت جوه الاكسس سيركل بتاعتي وغيرت اللون بتاعها، بدل ما كانت احمر بقى عملتها اخضر فاتغيرت هنا، تمام. انا دلوقتي شغال على لاير اسمها ايه، اكسس. يبقى انا اي حاجه هرسمها هتبقى في الايه، في اللاير اكسس، هتاخد نفس البروبرتيز بتاعت اللاير اكسس، تمام. انا هو اللاير اكسس اللي السنتر بتاعها ان هو سنتر لاين، الخط بتاعها سنتر لاين، اللون بتاعها لونه كذا، تمام. طب انا لو اخترت انا عايز ارسم حاجه احمر بس في نفس اللاير، فانا بغير اللون من هنا وببدا ارسم، برضه هياخد نفس البروبرتيز بس بلون مختلف. بس دي عيبها ان انا لو غيرت اي حاجه في اللاير، لو انا غيرت مثلا لون اللاير، غيرت اي حاجه فيها، لو غيرت لونها اذا انا مختار هنا لون احمر هيفضل احمر زي ما هو. يعني لو دخلت على الاكسس دي، تمام، وغيرت اللون بتاعها اهو، اغيره كده اعمله اخضر او اخليه احمر مثلا، تمام اهو، بلاش احمر، انا اصلا مختار احمر، خليها اخضر اصفر حاجه اهو. لو لاحظنا نلاقي كل اللايرز بتاعت الاكسس ده عملت اصفر، ما عدا الخط اللي انا عامله احمر ده، لان هو ايه، انا مش مختاره عن طريق اللاير، لكن الستاندرد بتاعه الخط ده مثلا ان هو ايه، يبقى باي لاير. باي لاير ده ان هو الستاندرد بتاعه زي اللاير، اللاير اتغيرت هيتغير زيه، تمام. ال نوع الخط نفسه لو انا اخترته من هنا كونتينيوس، سوري، او لو انا اخترت الخط ده يبقى كونتينيوس، هيتغير يبقى كونتينيوس. لو اللاير اتغيرت، اتغير الخط بتاعها، وزن اللاين ويت بتاع الخط بتاعها مش هيتغير، لان ده مش معمول باي لاير. باي لاير ده يبقى هو ايه، معمول ستاندرد، اللاير اتغيرت ده هيتغير زيه، تمام. ده باي لاير، بحيث ان احنا ايه، لو غيرنا اللاير دي رجعناها تاني اللون بتاعها، هيتغير تاني. اوكي،
ده كده بالنسبة لللايرز. لو انا مثلا عايز ارسم ايه، انا دلوقتي شغال على لاير تاني مثلا، لو انا عايز اختار بقى ارسم في لاير تاني دايمنشن ان مثلا، تمام، عايز اختار لاير، فبعمل ايه، عايز ارجع ارسم باللاير دي، بدل بقى ايه، انا دلوقتي شغال في دايمنشن، عايز ارسم باكسس، بدل ما اقعد اختار اكسس وبعد كده اروح ايه فاتح كده واروح مختار ان انا ابقى شغال باكسس من هنا، تمام. طب وليه انا دلوقتي على دايمنشن ان، فانا هختار الخط ده وادوس ايه على العلامه دي، العلامه دي بيقول لي ميك اوبجكت سلاير كارنت، تمام، يعني خلي اللاير اللي فيها الاوبجكت ده هي دي الاكتف عندي اللي هي الكارنت بالنسبه للايه لللايرز، تمام. يبقى انا لو رسمت اي حاجه هنا هتبقى بالايه، زي لاير اكسس. طيب انا عندي مثلا السيركل دي عايز ارسم سيركل، فانا هختارها، هختار سيركل دي واعمل لها ايه، ميك اوبجكت سلاير اكتف، ولو رسمت اي خط هيرسمه بنفس الخواص بتاعه اللاير اللي هي ايه اكسس سيركل، تمام. طب انا لو انا بقى عايز اقفل اللايرز واشتغل على ايه، يعني انا مش عايز الرسم يبقى فيها كل اللايرز دي، عايز اعدل فيها حاجه، ففي حاجات عايز اشيلها، حاجات عايز اقفلها، حاجات عايز افتحها بالنسبه لللايرز، فهعمل ايه، في عندي كذا امر بالنسبه لللايرز، في لي اللي هي اختصار لاير، في لو بصينا هنا هنلاقي ايه، لي ان ايزو، تمام، لي ايزو، لي اون، لي اوف، تمام، لي اوت لاين ده اللي هو الكونستراكشن لاين، لي اوف، فانا عندي لي اون ولي اوف ولي ايزو ولي لي ان ايزو، يعني ايه بقى، انا عايز اقفل مثلا اللاير بتاعه الاكسس دي انا مش عايزها في الرسم، فانا هعمل ايه، لي اوف، انتر، تمام. بعد كده اختار حاجه واحده بس من اللاير دي هيقفل اللاير كلها، تمام، ده بمثابه ان انا دخلت هنا ورحت دايس على الايه، على المصباح ده، اللمبه دي، تمام، ده يعني بدل انا ما ادخل واختار الحاجه نفسها من جوه، فانا بدوس بس على اللاير من بره بيقفلها لي كلها. لو انا عايز اقفل اللاير السيركلز اكس دي، تمام، لاي اوف برضو، اوكي، وبعد كده بختار دي، بيقول لي ان دي الكارنت عايز تقفلها، اقول له اه برضو يس. طب وده عايز اقفله، دي هيقفلها، ده طبعا لو المعماري عندي او اللوح اللي جايه لي كلها معموله اي على لايرز مظبوطه وكل حاجه تمام، عايز اقفل مثلا الدايمنشن اللي جوه دي هقفله، اوكي. طيب انا دلوقتي خلاص انا جهزت اللوحه بحيث ان هي تبقى هي دي الحاجه بس اللي ظاهره قدامي، الحاجات اللي باقيه مقفوله بس ايه موجوده، تمام. ده لو انا مثلا عايز اخد الحاجه دي كوبي بره كده، وبعد كده لو انا عايز ارجع كل حاجه بقى بعمل لي اون، بيرجعوا كلهم تاني مكانهم، بس ده انا ايه لما انا خدتهم كوبي ما تاخدوش معايا، تمام. طب انا اوقات الدايره زي ما احنا شايفين كده بتبقى الاضلاع بتاعتها ايه مكسره كده، باينه بس مكسره كده، او زي الكلاود المعموله هنا دي باينه ان هي مكسره، فانا بعمل ايه، بعمل ريجينريت ار اي، تمام، بيرجع لي الحاجه السيرفس بتاعها سموث تاني، تمام. ده بالنسبه للي اون ولي اوف. طب لو لي ايزو، لو انا عايز الاكسات والدوائر والحاجات دي بس، فانا بعمل لي ايزو، تمام، هختار الدايره والتكست والدايمنشن والاكسس وادوس انتر، تمام، عليهم عندي معمولين بلون فاتح، تمام، والباقيين اتعملوا بلون ايه باهت كده. لو انا بقى اخترتهم كده، ده بيعمل عندي هنا ايه في اللايرز، لو انا بصيت هنا هلاقي ايه عملهم اقفال، هي مفتوحة اه بس ايه معمول القفل بتاعها بحيث ان انا لو عملت اي اديت هعدل على اللايرز اللي انا فاتحها بس، يعني لو انا اخترت التكست ده اللي اوت ده كله كده وخدته كوبي، تمام، لبره، خلينا ناخده هنا اهو، تمام، انا ايه اللي اتنقل معايا، اتنقل معايا اللايرز اللي انا كنت مختارها بس. طب انا اللايرز الباقية اللي موجودة ما اختارتش ليه، لان هي مقفولة. طب خلاص انا خلصت الشغل بتاعي وخدت الاكسات مثلا بس بره وطلعتها لوحديها، فانا مش عايز بقى الليرز كلها تتفتح تاني، فاعمل لي ان ايزو، طبعا ايزو اللي هي ايه، ايزوليشن، لان انا بعزل اللير دي لوحديها او مجموعه اللايرز دي، اوكي. ده كده بالنسبه لايه، التعديلات على اللايرز، تمام. طيب انا عندي بالنسبه للزوم، لو انا عايز اعمل زوم مثلا على حاجه، انا عندي زوم طبعا بعمل زوم ان وزوم اوت بالايه، بالسكرول في الماوس، تمام. طيب عايز اعمل بان، عندي هنا بس
الماوس نفسه بايظ، فانا عندي البان بدوس على السكرول نفسها تمام، بيعمل لي حاجه اسمها ايه بان، دي ان انا بمسك منها وايه بمشي في اللاي اوت بتاعي تمام. طيب انا بالنسبه بقى للزوم، انا عندي فيه كذا اوبشن للزوم، في زوم الزوم اختصاره زد تمام انتر، في عندي منه كذا كذا حاجه، في مثلا زوم ويندو، لو انا عايز زوم على حاجه برسم ويندو حواليها، فبدوس ويندو دبليو انتر، وبعد كده بحدد الويندو اللي انا هختار عايز زوم مثلا على الاوضه دي، فبعمل ويندو حوالين الاوضه بيروح ايه عامل لي زوم عليها على طول. طب انا عايز اعمل زوم اوت، زوم بقى يجيب لي كل الـ الحاجات اللي مرسومه في اللوحه كلها، لو انا في عندي اي حاجه مرسومه بعيد ومش واضحه معايا، فانا بعمل زوم اكستنشنز تمام اي، بدوس انتر بيجيب لي كل الحاجه اللي موجوده في الرسمه بتاعتي. طب لو انا عملت زوم اوت كده تمام، وجيت ايه رسمت مستطيل هنا بعيد خالص كده تمام، وجيت زومت عامل زوم ان هنا، وبعد كده عملت زوم اكستنشنز تاني، هلاقي ايه جاب لي كل الرسمه وجاب لي معاها مستطيل برضو تمام، لان انا لو في اي حاجه صغيره موجوده عندي بعيد هلاقيها ظاهره معايا، عملت زوم اكستنشنز تاني هلاقي ايه جاب لي على قد الرسومات دي بس. طب انا لو مسحت دول تمام اهو، تمام عملت بعد كده زوم اكستنشنز هلاقيه على قد الرسمه بالظبط تمام. لو انا بقى عايز اعمل زوم عادي، الستاندرد بتاعها ريال تايم ده، اللي هو بدوس كده وبعد كده بعمل ايه بدوس وامشي لفوق بيعمل زوم ان، وبعد كده بنزل لتحت بيعمل زوم اوت. اوكي عندي بعد كده مثلا في بقى لو انا عايز اعمل برنت. اوكي البرنت عندي من كنترول بي بيديني امر البرنت تمام، بختار من فوق هنا لو انا لسه يعني اول مره ما فيش مشكله، انا هعمل مثلا ايه انا هختار الطبعه بتاعتي زيروكس تمام، بعد كده هختار هنا البيبر سايز الورقه A4 او A3 تمام، هعمل A4 مثلا وانتوز وات بلات الديسبلاي اللي هو الحاجه الظاهره قدامي، انا عاده بختار ويندو تمام، ويندو ده ان انا بعمل ويندو حوالين الحاجه اللي انا هطبعها، مثلا عايز اطبع اللي اوت ده بس، فبعمل ايه فبعمل ويندو كده تمام حواليه. اوكي بعمل له سنتر ذا بلوت عشان يحطه في نص الورقه بالظبط تمام، فيتو بيبر بحيث ان هو يبقى ايه يعني مظبوط على قد اللوحه تمام. ده بالنسبه للموضوع ده، انا مثلا عايز اعمل بريفيو وابص عليه كده اهو. طب انا لما عملت بريفيو هنا لقيته ايه معمول الوان، انا ما عندي الطبعه بتاعتي مش الوان، لو انا طبعته بالشكل ده كده هيبان لي الخطوط بتاعته خفيفه تمام، الحاجات الصفر دي هتبان خفيفه خالص، مش هتبان يعني مش هتبان كلها سوده تمام، هتبان بفرق درجات الوان. فانا باجي هنا في الاي كات ده بالنسبه لي اللي هو بيطبع لي الستاندرد الوان عادي تمام، فانا عايز اعمله اسود بس، فبعمله مونوكروم تمام، بختار مونوكروم بيقول لي اساين ذا بلوت ستايل تيبل تو اول لاي اوتس، اقول له اوكي مفيش مشكله. بعد كده بقى لو عملت بقى بريفيو الاقي ايه بلاقيه كله اسود تمام، ما فيهوش الوان ولا اي حاجه. اوكي عندي مثلا اوقات بيبقى الفيو عندي لحد هنا بس، فانا بدوس على السهم ده كده بيفتح لي بقى الاوبشنز الاكتر دي تمام، بختار بقى الورقه اذا كانت بورتري ولا لاندسكيب بالطول او بالعرض تمام، وبعد كده بدوس ايه اوكي تمام. اوكي ده خلاص اداني امر الطباعه وطبع الورقه عندي تمام. خلاص كده امر الطباعه اشتغل مفيش مشكله. طيب عندي مثلا في شويه حاجات بقى كده، لو انا عندي مثلا عايز اعمل تكست عايز اعمل قصدي دايمنشن هنا اوكي، وانا عندي الدايمنشن ده انا عايز اكتبه مثلا حرف او عايز اعدل الرقم بتاعه، بس ده كده بيبوظ يعني بالنسبه لنا احنا كده ده بيتعدل ما ينفعش يرجع كتكست تاني، يعني عندي مثلا كدايمنشن عندي الدايمنشن ده لو طولته كده اهو الرقم بتاعه بيزيد هنا ايه 4
وتسعة من عشرة، تلاتة وواحد من و17 من مية. تمام، انا عايز اعمل بقى اعدل التكست بتاعه، فبدوس ايديت اي دي. تمام، بعمل سيلكشن كده على الرقم، بعمله مثلا اكتبه اي حاجة، اكتبه ليكتشر 2. تمام خلاص، يبقى انا لو طولته او صغرته هيفضل ايه بنفس الاسم. خليه كده في النص. تمام، ده بالنسبة لو انا عايز اعمل ايه اعمل ايديت على الدايمنشن. طيب، في بعد كده في عندي الاوبجكت سناب، احنا اشتغلنا عليها بس ايه يعني ما بصناش عليها بالظبط. تمام، الاوبجكت سناب هنا في الكاد السيجز بجيبها من تحت اهي. تمام، دي اوبجكت سناب في 11، بدوس عليها كليك يمين سيتنجز. عندي الاوبجكت سناب لان انا لما باجي بختار حاجه، يعني قلنا كان في الاند بوينت اللي هي المربع ده، الحاجه اللي مفتوحه دي لما انا باجي بقرب من شكل مثلا بتبان معايا. تمام، طب لو انا شايلهم كلهم، تمام، عايز ارسم مثلا خط، اجي اقرب من الخط ده بلاقيه ما بي يعني ما بيمسكش الخط ده من نقطه معينه. انا عايز ارسم مثلا خط من عند التقاطع ده مثلا، او عايز ارسمه من الخط ده، اجي كده ما بيعملش سناب عليه. تمام، ما بيقربليش للنقطه دي. طيب انا عايز افتحها بقى، دوس سيتنجز، هفتح مثلا الاند بوينت، الاند بوينت بس، خلينا مثلا الاند بوينت والميد بوينت. اوكي، طيب هاجي ارسم خط، هلاقي عند الاند بوينت هلاقيه عامل لي سناب عادي مفيش مشكله. طيب عايز ارسم خط برضو بس من يعني منين، من تحت شويه، لا الاقيه برضو عامل لي سناب عند الاند بوينت بس، ليه؟ ان انا مش فاتح الاوبجكت بتاعت النقطه التانية. طيب عايز افتحها، هعمل اهم حاجه عندي طبعا النيرست دي. النيرست دي يعني اي نقطه على الخط، اي نقطه. تمام، مهما يعني اذا كانت غير طبعا اللي في النص وفي الاند بوينت. دي الميد بوينت اللي هي اللي في النص، السنتر ده بالنسبه للدوائر، والنود برضو الكواردنت دي اللي هو الاربع اركان بتاعت الدايره. تمام، الانترسكشن تقاطع نقطتين، البريمنديكولار العمودي، والتانجنت التماس، والانسكشن التقاطع بتاعهم، اكستنشن اللي هو الامتداد خط الخط الثاني. تمام، طبعا انا مثلا عملت لهم سيلكت اول كلهم، دوس اوكي، هاجي بقى ارسم مثلا خط، عندي النيرست اهي موجوده. تمام، طيب انا عندي مثلا لو في دايره كده عايز ارسم نقطه اهو، ده الكواردينت بتاعها كواردنت اهو. طيب وادي ده السنتر بتاع الدايره، الكواردنت تاني. تمام، فده فايده الايه الاوبجكت سناب. انا ممكن افتحهم كلهم وبستفيد منهم، يعني لو في عندي حاجه عائق او حاجه فبقفل الحاجه دي ان هي ما تعمليش مشكله في السناب بتاعي. طيب ده بالنسبه لنا كده، ده يعني ده دي الحاجات اللي تقدر تمشينا في الـ في الـ في الكاد، بحيث ان احنا يعني ان شاء الله مع بعض كده ما بيبقاش فيه اي مشكله. تمام، حضراتكم لو في اي مشكله او اي استفسار بالنسبه للمحاضره دي، احنا طبعا خليناها كاد بس، المره الجايه ان شاء الله هناخد الاكسل، هيبقى ايه حوالي ساعه مثلا، وبعديها لو في اي اسئله في الكاد او الاكسل، بحيث ان هو الاكسل برضه بيبقى محتاج وقت كبير ان احنا ايه نقدر نشرحه ونغطيه كله يعني. تمام، لو في اي اسئله عن المحاضره دي ان شاء الله على اليوتيوب او على الاكاديميه الايفنت او البيج، في عندها اسئله لحضراتكم اسالوا، وان شاء الله المره الجايه نجاوب عليها في المحاضره الجايه ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 7 باذن الله. اوكي، يلا، السلام عليكم، وان شاء الله اقابلكم يوم الثلاث.